موجود حيرزق اللي دزيته إلى من قوات مكافحة الإرهاب. ايه إذا قلت له دخلوا إلى الضريح، منو كان هذا الشخص؟ هسه أحكي لك إياه. ايه دخلوا إلى الروضة الحيدرية. ايه بس مهمتكم الأساسية تحافظون على حياة السيد مقتدى الصدر. ليش كان هذا تركيزك على الحفاظ على حياة؟ قبل أقول لك، لأن قوة داخلية نشأت بالداخل. أي. أبوه استشهد وقرابته استشهدوا، فقوة نشأت بالداخل. زين. وتدري إحنا نحترمهم البيت الصدر كأصدقاء. نعم. لأسرتنا وأيضا بيت الحكيم يعني. يعني من سماحة السيد محسن الحكيم الله يرحمه. نعم. ونازل. فراحوا. أي. فهذا اللي كلفته كان. نعم. هو من قادة القوات الخاصة. زين. قال لي أنا أروح. قلت له والله أنت غيرك، بس المهم روحوا بس لا تبينون، يعني لبسوا ملابس هذا مال العربان. أي. فراحوا دخلوا شو اسمه، قلت له يشوفوا إذا صار إطلاق على مدفع شيء على الضريح او على جدار الضريح. اي هم خبرونا. زين. بس المهم مهمتكم الاساسيه هي الحفاظ على مقتدى الصدر. زين. فراحوا وادوا واجبهم بشكل كامل. من صار اطلاق نار، مو اطلاق نار يعني قنبله مال هاون. نعم. مدفع هاون. قالوا ورادوا يقولون انه احنا ضربنا الاسم. فهم زين اكو صور واضحه انه كان المنطقه مساله. فكلفت وزير الداخليه. أي. والدفاع والامن الوطني قاسم داوود انه قلت لهم روحوا احكوا تسووا مؤتمر صحفي انه مو احنا ضربنا، احنا ما نضرب المساله هاي. زين. يعني الضريح. نعم. حيدر.